والآن أنتقل إلى كلمة اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم يونسكو العراق، يلقيها أمينها العام الأستاذ دوري الضاري الحيالي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أنقل لكم تحيات معالي وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم الأستاذ علي حميد مخلف، وتمنياته بنجاح هذا المؤتمر المهم. سيدات السادة الأفاضل، نقدر الجهود المميزة التي بذلتها المؤسسات الثقافية والعلمية الراعية لهذا المؤتمر المميز في عنوانه وأهدافه ومبتغاه. فقراءة موروثنا الفكري ضرورة ملحة لتحفيز النشء وحثهم على التأسي بهذا التاريخ المشرق، إنه بحاضرنا وبناء قدراتنا العلمية مستقبلا، متكئين على هذا الموروث الغني وحرص منها على التواصل مع المؤسسات الفكرية والعلمية وما يمليه واجبنا في التفاعل الثقافي والعلمي والتربوي مع المؤسسات الراعية لدروب العلم والمعرفة. فإن اللجنة الوطنية نظمت وخلال هذا العام الدراسي 2019-2020 مؤتمرات وندوات مهمة، من بينها مؤتمر عن العالم البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، الذي كان له الفضل الكبير في حفظ تراث بغداد وتاريخها من خلال موسوعته تاريخ بغداد. وتزامن أيضا هذا المؤتمر مع انعقاده مع يوم بغداد، واعتزازا بلغتنا الجميلة اللغة العربية. وبمناسبة يوم اللغة العربية عقدت اللجنة الوطنية ندوة استذكرت فيها واحد من أساطين اللغة وفحولها، الأب أنستاس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب، الذي قدم الكثير لهذه اللغة، واستحضارا لدور العالم الموسوع الكبير محمد بن إسحاق النديم صاحب كتاب الفهرست. انطلقت أيضا فعاليات جائزة ابن النديم للإبداع، وهذه الجائزة التي تمنحها مجلة اللجنة الوطنية العراقية للبحوث المنشورة أو التي تنشرها في مجلة اللجنة الوطنية بعد أن يتم فرز 3 بحوث منها. وكما تعلمون أيها السيدات والسادة، فإن لغة التواصل الثقافي من ضرورات العمل المهني الذي يحقق التفاعل ويخدم قضايانا المشتركة. أيها الأخوة، إن اللجنة الوطنية العراقية كان لها الريادة في تنظيم حلقات نقاشية ومعارض لإصداراتها في شارع المتنبي في بغداد وداخل مبنى وزارة التربية العراقية، وهي عازمة على تحقيق التواصل العلمي والتربوي والثقافي مع المؤسسات ذات العلاقة، وحرصا منها على إدامة هذا التواصل كان لها أن تقدم الدعم إلى الأخوة القائمين على هذا المؤتمر الدولي الذي يعد من أكبر التظاهرات العلمية وأهمها. وأتمنى لمؤتمركم النجاح في فعاليته، ونحن على استعداد بتحقيق التواصل المثمر والمنفعة المشتركة للجميع خدمة لشعوبنا. فالمحن التي تعصف بعالمنا تدفعنا لمزيد من التواصل والعطاء. وفقكم الله لما فيه الخير والنجاح، وشكرا لكم.